مرسوم رقم 5218 تشكيل الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يأتي. المادة الأولى: عين السادة محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء، سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء، طلال أرسلان وزير دولة، الكولة فتوش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، غازي العريضي وزيرا للأشغال العامة والنقل، علي كانسو وزير دولة، علي حسن خليل وزيرا للصحة العامة، محمد الصفدي وزيرا للمالية، محمد فنيش وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، وائل أبو فيعور وزيرا للشؤون الاجتماعية، جبران باشيل وزيرا للطاقة والمياه، حسين الحج حسن وزيرا للزراعة، شرب النحاس وزيرا للعمل، فادي عبود وزيرا للسياحة، سليم كرم وزير دولة، علاء الدين ترو وزيرا لشؤون المهجرين، أحمد كرامي وزير دولة، ناظم الخوري وزيرا للبيئة، فايز غصن وزيرا للدفاع الوطني، شكيب قرطباوي وزيرا للعدل، عدنان منصور وزيرا للخارجية والمغتربين، نقول نحاس وزيرا للاقتصاد والتجارة، مروان شربل وزيرا للداخلية والبلديات، وريش سابونجيان وزيرا للصناعة، وليد الداعوك وزيرا للإعلام، بانوس منجيان وزير دولة، حسان دياب وزيرا للتربية والتعليم العالي، كابي ليون وزيرا للثقافة، الكولة صحناوي وزيرا للاتصالات، فيصل كرامي وزيرا للشباب والرياضة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. الإمضاء: ميشيل سليمان رئيس الجمهورية. صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء. الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي، أو الاقتراح: محمد نجيب ميقاتي. وقد دعيت الحكومة لأخذ الصورة التذكارية مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 15/6/2011، تليها مباشرة جلسة لمجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري. شكرا. مباشر بعد في مباشر ما تقطع.